تألق العديد من اللاعبين في منافسات دوري أبطال أوروبا ليكونوا السبب الأول في تجاوز فريقهم في مرحلة المجموعات أو تصحيح مسارهم قبل جولتين من نهاية مراحل الحسم المؤهلة لثمن نهائي المسابقة الأوروبية. الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان كان في الموعد بعد قيادة فريقه للتعادل أمام بنفيكا البرتغالي 1-1 ليبقي الصراع مشتعلا على صدارة المجموعة، لكن رغم ذلك كانت ليلة تاريخية للديك الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء بعد تنصيب نفسه هدافا تاريخيا لفريقه في دوري الأبطال ب31 هدفا متجاوزا الأوروغواياني إدينسون كافاني 30 هدفا أوروبيا. لاعب آخر يتألق في صفوف فريقه وهو الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند الألماني، حيث أحرز هدف فريقه الوحيد في التعادل أمام إشبيلية ليكون ثالث لاعب شاب يسجل في 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال ليعادل رقم كيليان مبابي الذي فعل الأمر نفسه في 2017، ولا يتفوق عليهم سوى النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل في 5 مباريات متتالية 2019. أما عن الإيطالي جورجينيو فنصب نفسه نجما في تفوق فريق تشيلسي على الميلان في سان سيرو وقيادته لصدارة المجموعة ب7 نقاط، حيث سجل الدولي الإيطالي في ظهوره أمام ميلان في لقائه 200 مع البلوز في جميع المسابقات، فضلا عن تسجيله الهدف 28 في مسيرته مع تشيلسي، 26 منها من علامة الجزاء، ولا يتفوق عليه منذ انضمامه في صيف 2018 سوى الفرنسي أوليفييه جيرو ب34 هدفا والثنائي الإنجليزي ميسون ماونت وتوني إبراهام ب30 هدفا فقط. بنتكلم على دوري أبطال أوروبا والمتعة اللي بقت موجودة طبعا وبنستناها كل 3 و4، أندية كتيرة جدا بتتنافس عشان تتأهل للدور الذي يليه. طبعا دور المجموعات حضراتكم عارفين أن المراكز اللي كلها في المركز الثالث هتروح على الدوري الأوروبي بالتبعية، وبنتكلم هنا أن في أسماء فرق كبيرة جدا وتقيلة، يعني على سبيل المثال المجموعة اللي فيها بايرن متصدر ومعاه الإنتر بيتواجد فيها برشلونة في المركز الثالث، نفس الحالة على مجموعة بورتو وكلوب بروج متواجد فيها أتلتيكو مدريد في المركز الثالث، أياكس أيضا في المركز الثالث في المجموعة اللي فيها نابولي وليفربول، نفس الحال بينطبق على ميلان في المجموعة اللي فيها تشيلسي وريد بول سالزبورغ، نفس الحال على إشبيلية المجموعة اللي موجود فيها أيضا السيتي وبروسيا دورتموند، وأخيرا اليوفي مع مجموعة صعبة جدا اللي فيها بي اس جي وبنفيكا. ده بيخلينا أن احنا دايما نتوقع أن بطولات أوروبا سواء دوري أبطال أوروبا أو بطولة طبعا الدوري الأوروبي أو أي بطولة تانية تبقى بطولات صعبة بشكل كبير جدا. كل